سمعتوا فينا النصر بصرخة قهر زاد الصبر والليل من حزن وتعيس تمرين الخميس ذا اللي نصرنا هتلية ها اي والله ها لكن صبرنا لا صمدين العنو ابو اسلافنا لكن تحملنا لا لا صمدين بوجه والله قشران اي لا قشران ها انا بداكم نبكم نبينا سامري نبي نتخشع ربعية ما يبدا نبكم نتخشع هلا التركيز الان على الاسيويه ام على كاس الملك الاثنين تاهل الاهلي ولا انا بتكحل من جوايا وزيت طعم الفرح حرام يا دنيا مش كده تكتير عليا كل ده في طرف متوتر يا وليد تحديدا الطرف الاهلاوي ليش معنى ايش معنى الطرف الاهلاوي بالتحديد اقول لك هذا ملاحظتي له انه متوتر يا سلام شلي قشت شلي قشت طلعي عن بيتي شلي قشت شلي قشت طلعي عن بيتي لسانش طويل أتابع بأنني في رأيي أيضا لا أرغب برؤية حكام أجانب يديرون مباريات الدوري إحنا نحترم في حكام كانت تعدينا بعض المباريات نحترم الآن إيش قصة اللاعب عبد العزيز الجبريل ومحمد الحميداني كنت في بريدة من أجل التوقيع مع اللاعب بعد كذا اللاعب اتفق مع إدارة الأمير فيصل بن تركي صارت الروحة والجي القصيم من غير فائدة لمحمد الحميداني حرام يا دنيا مش كده تكتير علي كل ده ما تخدميش كمشي في ده أنا مش شافية أنا بتقطع من جوايا من وأدى الحلم وليس من صنعه والله هو جمهور نادي الهلال من وأدى الحلم وأدى الحلم أي قتل الحلم اللي عند سامي الجابر الرواية أخي أبو عنتر الرواية إنه هذا الحمار طلع بيحكي إيه شو فيها في كتير حمير بتحكي لقوس لم يدخل أحد أرضية الملعب من إداريين أو رؤساء حكى في شي لاعب حلمت انه تجيبه لعندك وما جبته السهلاوي من النصر وما كان في سعيد فكرت في السهلاوي؟ نعم رقم 10 في النصر سهلاوي؟ اقول تعقب انت وياه ابدا كده اهلي وبحر طول العمر طول البحر دوري وبحر هو ده اللي انت فالح فيه تلوكلوك انما تشتغل ما فيش شغل شخر يا علي الطوال نملي كده قاعد وقول كلام يا علي هذا اللي مخلينا وانا ابوك ناصر على هالسنت اذا ما نعرس نخاف بس نعرس ويجينا ولد مثلك نبحل ما نلقى له طاقيه علامة يمر الوقت والذكرى الدامة
صبر حلمة وجاء قلبي وحزني وعيش العمر في ذكراه يا ما ألا يا وقت اتركني لهمي ترى المهموم يتمنى السلام.